السائلة من السودان بدرية محمد تقول: سؤالي يا فضيلة الشيخ، هل الاختلاف في النقاب يعتبر من الأصول أم من الفروع؟ ونريد أن توضح لنا سبب ضعف حديث أسماء الذي ينص على الوجه والكفين، وهل مثل هذا الاختلاف يعتبر رحمة كما يزعم البعض؟ وجزاكم الله خيرا. الاختلاف لا يعد رحمة، لأنه يدل على الضعف، وربما يحدث شيئا في النفوس. والله جل وعلا يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالخلاف ليس فيه خير، كل ما أمكن الاتفاق والاجتماع على الخير وعلى الحق فهو أحسن وأطيب للأمة. والله جل وعلا أمر بالاجتماع، وإن حصل نزاع فالله جل وعلا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الاختلاف في الأفهام والمدارك عند أهل العلم في أخذ المسائل من النصوص يحصل هذا، ولكن يجب عرض النزاع والاختلاف إلى النصوص من الكتاب والسنة، ويؤخذ ما قام عليه الدليل. ويجب على المخالف إذا تبين له الحق أن يرجع إلى الحق، فإن الرجوع إلى الحق فضيلة، وبذلك يزول النزاع ويزول الاختلاف بإذن الله. أما إذا لم يتبين الحق مع أحد الطرفين وكل من القولين محتمل، فالأمر في هذا واسع ولله الحمد. وأما النقاب للمرأة فمعناه أن تغطي وجهها بغطاء يكون فيه فتحتان للعينين، هذا هو النقاب، وهذا جائز للنساء اللاتي اعتدن على هذا وكان من لباس أهل بلدهن، لأنه يستر الوجه ما عدا العينين. فإذا كان هذا من عادة البلد ومن عادة النساء فلا بأس به، أما إذا لم يكن من عادة البلد وإنما عادة البلد الغطاء الكامل فالأولى أن تبقى على الغطاء الكامل، لأنه أكمل وأجمل وأتم من النقاب. نعم. وأما حديث أسماء، نعم، حديث أسماء سبب ضعفه، نعم، من عدة وجوه. أولا أنه منقطع وراويه وفيه راو ضعيف أيضا، وأيضا في متنه غرابة، لأنه كيف يليق بأسماء بنت أبي بكر الصديق وأخت عائشة أم المؤمنين وزوج الزبير بن العوام أحد السابقين الأولين للإسلام وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يليق بهذه المرأة الجليلة الفاضلة من هذا البيت الطيب أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة بثياب الرقاق، وينكر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لها: يا إذا بلغت المرأة كذا وكذا لم يحل أن تكشف إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، كيف يليق بأسماء أن تدخل بهذه الصورة؟ وأيضا هذا الحديث يخالف الأحاديث الصحيحة بل يخالف الآيات القرآنية التي توجب ستر الوجه وستر الكفين عن الرجال، فهو حديث ضعيف وشاذ ولا يجوز الأخذ به. نعم.